بتفكر تجيب عربية ومستني الأسعار تنزل أكتر، وفي نفس الوقت خايف الفلوس اللي معاك تخلص؟ ما تشلش هم، في بنوك منتظرة قرارك وهيسلموك مفتاح عربيتك من غير ما تدفع ولا مليم. شوف الفيديو ده للآخر وهتعرف كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. زي ما قلنا في أكتر من بنك بيقدم تمويل السيارة، منها بنك مصر واللي بيتيح قروض السيارة بشروط ميسرة، ومنها منح القرض بموجب الدخل الافتراضي، وبالنسبة للموظفين هيتم صرفه بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية فيقدروا ياخدوا قرض السيارة بضمان إثبات الدخل، وكمان لأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب. وبخصوص الشروط العامة لمنح قرض السيارة من بنك مصر، فهي أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 سنة، والحد الأقصى للقرض 6 مليون جنيه، وبتوصل نسبة التمويل ل 100% من ثمن العربية، وبمدة التمويل بتوصل ل 120 شهر. طيب ايه المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض سيارة من بنك مصر؟ أول حاجة هتحضرها هي صورة بطاقة الرقم القومي، وطبعا تكون سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، غاز أو كهرباء أو مية أو حتى تليفون، عرض أسعار معتمد من المعرض، وبالنسبة للموظفين فهيكون مطلوب شهادة مفردات الراتب الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل. طبعا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية فمطلوب صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة أو للمهن الحرة، وكمان صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكمان كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور على الأقل. وكمان بنك مصر بيتيح مميزات إضافية على قرض السيارة، منها منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض، وإمكانية ترخيص العربية باسم طرف ثالث من أفراد العيلة، وكمان القرض هيكون بدون تأمين وحظر بيع على السيارة. من بنك مصر هنروح للبنك الأهلي المصري، واللي بيتيح خدمة تمويل شراء السيارات المستعملة وبيقدم القرض بدون ضامن. ومن مميزات قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي إن التمويل بيوصل لغاية 1 مليون جنيه وعلى فترات سداد مختلفة من سنة لغاية 7 سنين، وتقديم برامج خاصة لموظفي الشركات. وميزة حد أدنى لصافي الدخل الشهري بيبدأ من 1500 جنيه، وكمان البنك بيقدم القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني وبدون مصاريف فتح حساب. بانكير، نبض البنوك.